الحمد لله احنا فرحانين بالاسود المغربيه ملي ربحوا والفوز مو صحق بصراحه، لعبوا فرحونا مزيان وخا تعرضنا للهدف الدقيقه 7 من الشوط الاول عقبوا لعبوا مزيان الدراري ورجعوا في المباراه وفزنا بجوج لواحد الحمد لله نتيجه مزيانه. نتمنى المنتخب ان شاء الله تاهلنا دابا والكاس ان شاء الله، هذا هو اللي كنتمنى. الحمد لله المستوى اللي ضرب به الفريق الوطني، احنا كجماهير كنا مطمئنين ان الفريق غادي يرجع نظرا لان المستوى اللي ظهر كما اللي ظهروا به اللاعبين كما ذكرت كان كياكد انهم غادي يرجعوا في المقابله، وهذا اللي حصل. مقابله جيده، كان خصم كان كيعتمد على دوك الكرات وراء ظهر المدافعين ديالنا ولكن ما نجحوش. حنا كانت تصرفات من الجانب اللي خاصه من اللاعب بوفال كانت دائما كتشكل خطوره على الدفاع ديال الملاوي، ولكن كيبقى العريس دائما ديال المقابله هو حكيمي، لان باش تسجل جوج المرات وبنفس الطريقه برافو، يعني لاعب حكيمي كياكد انه لاعب كبير ان شاء الله ومازال باقي في السن ديالو مازال يكون افضل وافضل. المباراه كانت في مستوى جيد، كانوا اللعابه في حاله جيده، كان الريتم زوين والمباراه كانت فيها تكتيك بزاف، لعبوا بخطه جيده وحاولنا ان نستغلوا الفرص، سيرتو ان اللاعب حكيمي اللي سجل واحد الهدف اللي كان رائع. نتمنى الفوز في المباراه القادمه ان شاء الله ونفوز بكاس افريقيا ان شاء الله. تحيه للمغاربه كاملين بتاهل المنتخب المغربي، حنا جد فرحين جدا الناس ديال القنيطره، وكنتمناو المنتخب المغربي يساندنا ويحالفهم الحظ في المباريات الاخرين، وكنتمناو التاهل ثاني للمنتخب المصري وان شاء الله يتاهلوا ان شاء الله. نهنيهم على هذا الاداء البطولي اللي كان هنيو كاع اللعابه، بالنسبه لحكيمي الخصوص اللي ادى مباراه جيده، وهنا فين كيبانوا اللعابه الكبار بحال بوفال وحكيمي اللي كيعاونوا الفريق ديالهم يوصلوا المراتب ان شاء الله، ما كرهناش نوصلوا للدمي فينال والفينال باش نهزوا الرايه البلاد ونبينوا باللي المنتخب المغربي كيستاهل يوصل الفينال ويدي الكوب دافريك ويفرح كاع الشعب اللي محتاج هذه الفرحه هذه. اولا بعد المنتخب الوطني المغربي بدل ودلع الجرينطا ديالو في كره القدم، وكان ما كناش منتظرين بان المنتخب المغربي غيكون في هذا لو نيفو ديال اللعب ديالو، وجزيل الشكر كاع الشعب المغربي اللي كان في المتناول وكان معنا وديما مغرب، وكنشكر اشرف حكيمي اللي نسميه ان شاء الله بليونيل حكيمي، كان ما بين اللعابه المزيانين في المغرب، وما نساوش بوفال وكاع الطاقم الوطني، وشكرا جزيلا.